على الشركة الأصغر. أخ ما سألش دوا شركة أصغر جيم شركة نقدر أقولش دوا. الحلف بغير الله. دوي بار الله هو شن قيتش نزرت. يحلف بالنبي يحلف بالولي. دوي بوتو بايمر تزرت يا تعديل جيرجل شن تزرت. يحلف بالصالحين. شت تعديكنا غن تير تاني دوي بوتو. بحياته. شي داخر تاني بحياة الوالدين يوخش يدينا نتأر تاني تير داخر بالطعام بالشراب خليل إذا دوي بارا يأم تاني مالر تاني هذا كله شرك أصغر إشهاد شرك أصغر جيم شرك يوخدوخش لا يحلف إلا بالله دوي تبوأح الله يتأر تبي كذلك لا يمكن أن يقول لولا فلان لم يكن كذا يقول لولا الله وحده إيش تقالي شاتر مع بو يحين يا أخوات تعري إيش تخر درون قالي شاتر مع بو يا إتو إيوة تعري إيش تخر درون يا الله قالي شو بو قال ديز هنا الله وإيش تدني عري خلي شاتر ولا يمكن أن يقول لولا الله وفلان لأن الواو تقتضي المساواة إيش الله يو الله يو إذا يحين يا أخوات تعري خير درون إيش تقالي شاتر مع بو هنا الله تاني تندرج حال واقعي أفضل شيء يقول لولا الله وحده أقر هو اللي عندك هدو الله واتعري إخر دار إخ إيش تخر دارون إيش تخر داترون على الأرضون أو لولا الله ثم فلان أحقق قال إنك شتى كده دحر الله يخطوط يح يحين يا أخوات تعري أو إيش تقال شون كذلك من الأمثلة على الشرك الأصغر ما يعلق بعض الناس في البيوت أو على السيارات أو على الأولاد إيش تا شرك أصغر يقدوش دعونا ناق تعت إيه إن شاء الله تعتهم شيء شو ح ماشي يعني شو ح شيء بيرشان حال تير كيوك دي شيء غورتن دي تير تند إيه إن شاء الله مش يعلق رأس ثور مثلا رأس الخروف الذي له قرون مثلا إيش تا معش بيجني معش دي أخته ماشي عندي شو ح أو يعلق مثلاً حذاء قديم نعل قديم يومشي عندي توستو تعطيش ماتش أو بعض الخرق يعني قماش قديم أسود إيش تعطي كادي ينشتي أوختو أو يضع كف مثلاً أو عين إيش شيء كوك لدون إيش تعصور تخلتي جاه يوقع بعج خلته يوقع لماذا تضع هذه الأشياء؟ هند يخشو تعرف هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايمر وصلى الله عليه وسلم ديو نيتي هل هذه الأشياء تدفع العين؟ أتهم وعشيخ بعد تخولي الديح هذا كله من الشرك إذا شهادك شرك يقدر شلون من يحفظ لنا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى الله هو ويلردي أشداتهم